ولهذا القضيه هذه ديال 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 الرفع ديال ديال الاسعار دي وثم فرض كاع حنايا اللي رفعنا الاسعار. يلا هست هب بغيت نسولك واش الدور ديال الحكومه ملي جيت بقات تبكي على الحكومات اللي سبقوا هما اللي داروا هذا الشيء هما اللي داروا هذا الشيء. حشومه عليك السي عزيز انت الا كتقول الناس جابوا كل مره كتفتخر علينا بداك العدد ديال الاصوات اللي جبتي واش بعدا تطيق من ديك الاصوات كلهم ديالك واش انت تي سيغ زعما هاد القضيه زعما كتبان لك كي درتي لها 300000 صوت اللي كانت عندك ولا 2,200,000 ولا 300000 صوت كي درتي لها شكون انت لينسون المونديلا ولا شنو تكون انت واحد الانسان ما عطيتي حتى شي اعطيتي للناس وعود يبدو انها غير قابله للتطبيق فقط وربما وزعتي شويه ديال الفلوس وشويه ديال الكفف بقى فيك الحال حيت السيبوان وقال لك في هذا رمضان ما كاينينش الكفوف ما بانوش لينا كون ديك الساعات بان لينا كنا كنشوفوهم كيتسراو دابا ما بانوش لينا قلناها لك وانت كرجل ثري هذا الوقت هذا اللي الناس فيه مقصحين هذا هو الوقت ديال الكفه ماشي وقت الانتخابات وهذا وقت الكفه الا كانت عندك شي كفه خرجها فهمتيني ولا لا ولا كتسنى تخرج زكاه الفطر 12 درهم عن كل واحد من اسرتك زكاه الفطر هذيك راه تيخرجها كل واحد خاصك تخرج انت دابا تقول انا الا كانوا عندي 2 مليار ديال الدولار ولا اكثر فهمتيني ولا واحد المليار ديال الدرهم غادي نعاون به هاد الفقراء المغاربه في هذا الوقت هذا وكذا الى اخره والناس غايقولوا هذا رئيس حكومه معقول ومزيان وتتعاون معنا على الاقل حتى لما كانتش الميزانيه ديال الدوله كتسمح له فهمتيني ولا يعني راه تتعاون معنا بالامكانيات ديالو الشخصيه الناس غاديين يبداو يثقوا فيك ويبداو يبغيوك السي عزيز اما القضيه ديال الانتخابات اللي كتفتخر علينا بها راه لحد الان حنا كحزب ما احتجيناش هذا صحيح حنا كحزب ما احتجيناش في داك الشيء راه حنا ساكتين ولكن ماشي راه معناه حنا راه حنا راضيين راه الحزب ديالنا كيغلي لانه تيقول لك هاد الانتخابات هاد النتائج ماشي معقوله شنو ما كنا درنا فهمتيني ولا طيح من 125 حتى 13 هذا يعني بعيد هاد الشيء باش يكون حقيقي ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي